يحل فريق مصر المقاصة ضيفا على سموحة السادسة مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 25 من الدوري الممتاز لكرة القدم. يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 43 نقطة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة. وكانت نتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز الفريق الفيومي بهدفين دون رد.